فاحنا خلينا الاشياء هذه كلها الشروط واقفة على المنطقة اللي هنحل فيها. طبعا الفوائد عن الجهاز خلاص يمكن يتابع بس المدير احسن من انه يرجع بعد ايش جديد ويعمل حاجة حسب الطلاب يعلم دول المسافرين. فبس نسأل عن طب يعني ضمني انسى انا متفق معك بس عمليا ما حاولتش تشوفوا مثلا عمليا انتم تجربوها تعملوا لها تيستين او تشوفوا حتى تجارب